هلا بالحلوين، عاملين ايه؟ فيديو النهاردة ملخص مسلسل البطلة الجزء التاني والاخير. هو صيني متصنف رومانسي خيالي. لو عاوزين تعرفوا احداث الدراما كملوا معانا الفيديو للاخر، وصلوا الفيديو 1000 لايك عشان ننزل ملخص مسلسل جديد على القناة في اسرع وقت ممكن. قبل ما نبدأ ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وتنزلوا فيديو جديد على القناة الساعة 9 كل يوم بتوقيت مصر. اتفاعلوا معانا دايما وعلقوا اكتر، واكتر اتنين بيتفاعلوا وبيعلقوا كتير اقول اسمائهم وزر تعليقاتهم في اول كل فيديو، والناس اللي بتكتب لي تعليقات حلوة احط تعليقاتهم في اخر كل فيديو. احب اشكر النهارده نور علي وسوسو على دعمهم مستمر ليا، وما تنسوش تدعموا القناه الخاصه بملخصات الافلام هتعجبكم قوي، فملخصات افلام كوري وتركي واجنبي وهندي وانيميشن وصيني، وفيها كل التصنيفات من رومانسي ورعب واكشن ومغامره وخيال علمي وكوميدي ومدرسي، وكمان في كواليس افلام. ادخلوا اشتركوا في القناه وعلقوا كتير وشجعونا ننزلوا لكم افلام اكتر، واللي عاوز ملخص يكتب لنا في التعليقات مستنياكم هناك. وفي فيديو حلو قوي لسه نازل دلوقتي ادخلوا اتفرجوا عليه. وقبل ما نبدا ما تنسوش تصلوا بينا على النبي وتذكروا الله، ويلا نبدا احداث الدراما مع بعض. الجزء الثاني بيبدأ لما اكتشفت يون ان هي بدأت تختفي بسبب تغيير احداث الرواية، وبتقول اكيد بسبب ابتعادي عن الابطال حصل كده، لازم نشوف الخطة رقم 3. وفعلا بتروح لسو وبتقدر تتعرف عليها وبتقول لها بتعملي ايه هنا، وهي بتقول ان انا خسرت كتير بعد ما سبت العمل ومشيت. بتقول لها اقدر اساعدك ازاي؟ قالت لها اخر مرة كان واضح ان انتي وتشو على علاقة جيدة. بتقول لها وانتي عاوزاه يعمل لك دور في العمل؟ بتقول لها ايوه اي دور. ولما بتلاقيها بتفكر بتعمل نفسها بتعيط، بتخليها تقوم تقول لها خلاص خلاص هساعدك ما تزعليش. بتقول لها بجد؟ بتقول لها ايوه. بتقول لها شكرا ليكي جدا، وبتقول في سرها ان اعظم ميزة عند ماري سو هي اللطف، واللي هي مكتوبة كشيء اساسي في شخصيتها. وبتقول لها هطلع اكلمه في الفون. وبعدين بتدخل تقول لها ما تقلقيش وافق، بس دلوقتي ما فيش غير دور واحد وهو دور الداعم للبطلة. بتقول لها ما تقلقيش ما عنديش مشكلة موافقة. بتطلع وبتقعد جنب جين، وبيقول لها انت جيتي تاني بس لازم تعرفي حاجة من دلوقتي، ان انا في واحدة في قلبي خلاص. وبيبان ان هو بدأ يقع في حب ماري سو فعلا هو كمان، وبتقول له اه عارفة. بيقول لها من الصعب انك تنسيني، انا مختلف بعد كل حاجة. بتتخنق منه وبتشده وبتقول له في ناس رجليها سميكة بس انت عقلك اللي سميك. وبيدخل المخرج هنا اللي بيقول انتم، بيقول له جين لا لا مش زي ما انت فاهم. بيقول لهم انا مش عاوز تفسير. بيقول له لا صدقني ده سوء تفاهم. وبيقول لهم المهم دلوقتي في مشهد النهارده. وبتفتح يو وبتلاقي في مشهد القبلة، وبتقول هو ايه اللي انا شايفاه ده صح؟ هو في مشهد قبلة النهارده؟ بيقول لها ايوه. بتقرب منه وبتقول له في حاجة مهمة لازم تعرفها، مهارات التقبيل عند جين غير جيدة جدا. وبيقول لها ايه بجد؟ وهنا بيسمعهم جين وبيقول لها انتي انا ما عنديش مشكله تهيني مظهري بس ما تقوليش عني حاجه كده. وبيقول لها المخرج شفتي جين ماهر جدا. وهي بتقول ما تقولش كده يعني لازم اصور المشهد ده. وفعلا بيبدأوا المشهد، وبتقول الأخ تشي أنا مش قادرة أفهم مشاعرك نهائي ليا. وبتقرب منه وبتقبله لكنه مش بيعجب المخرج، وبيقول إعادة. وفعلا بيعيد ومش بتظبط المشهد تاني برضه، وبتخنق جين. ولما بيقطع المخرج بيضحك وبتقوله مالك بتضحك على ايه؟ بيقولها مفيش، واضح جدا انك بتعيد المشهد عشان تقبليني تاني عشان انا وسيم جدا اسف على ده. بتضحك وبيبدأ المشهد وبتقوله سيد تشاي. وبتقرب منه وبتقبله وبتخلي المخرج يقوم ويقول هو ده المشهد هايل برافو يا يو. وبيقول يلا استعدوا للمشهد الجاي. وجين مستغرب جدا. بتمشي هنا يوجو بتيجي سول بتقول له يا معلم تمثيلك كان رائع النهارده، عاوز اتعلم منك اكيد انت ازاي كده. هو بيقول لها ان دي ابسط حاجه عنده. ويو بتقول لو عاوزه تعرف حاجه ما تسالني انا. هي بتساله هو ليه، وجين بيقول كنت بتقول ان هي مش بتغير عليا فين دوت. وهنا بيعمل تشو لقاء صحفي بيقول مرحبا بكم مع طاقم عمل مسلسل مطارده الزوجه، وبيقول ان اللقاء ده علشان كلنا ندعم الوجه الجديد ماري سو. وهي بتضحك وبيقول صحفي هنا سمعت ان ماري سو وصلت لده كنوع من انواع الواسطه من الرئيس تشو ده صح؟ واللي بيقول عاوزين رد، واللي بيقول انت مكسوفه ليه دلوقتي؟ بيرد جين وبيقول اكيد عندها اسبابها. وهنا تشو بيرد وبيقول ان ده مشروعي واستخدم الشخص اللي انا عاوزه، لما يبقى مشروعك تبقى تعالى اسال مين اللي اداها الدور، وايا يكن اللي هيتكتب في الاخبار بكره ما يهمنيش. وبياخدها وبيمشي. وبيلفوا هنا اليو وبيقولوا لها دلوقتي بقيت انت الشخصيه الدعم، ده مضايقك اكيد صح؟ وخاصة ان الممثلة الجديدة هي اللي اخدت دورك وهي البطلة، واللي بيسأل اذا كان تم تبديلهم مؤقتا. وهنا بترد وبتقول انتم الصحفيين بتفكروا ازاي؟ بيقولها انت متضايقة مننا؟ احنا بتقول لهم انا بس عاوزة اعرف يعني ايه ادوار صغيرة وكبيرة، وانتم الصحفيين احب اقول لكم ان تفكيركم ضيق.
بتدخل الأوضة وبيقول لها جين نجمة سابقة، بتغضب الصحفيين بكلامها السام، بتقوله بيستحقوا ده، بيقول لها عندك حق فعلا، من وقت انفصالك عني وانتي بقيتي شخصية شجاعة جدا، بتقوله انت هتفضل نرجسي كده لامتى، بيمسكها وبيقول لها انتي بقيتي كده ليه، بتقوله عشان افضل على قيد الحياة وبتمشي، وهو بيقول جميلة جدا. بتطلع تقعد مع ماري سو وبتقول لها شكرا ليكي على كلامك، وبتقول لها لا ده العادي، وبيجي تشول بيقرب من سو وبيقول لها مهما حصل مش هختار غيرك ومش هسيبك، وهنا بتقول يو اتمنى ارجع اموت تحت العربية تاني، وبعدين بتقول لازم الاقي حل، وبتقوم وبتقول اعمل نفسي بيغمى عليا واقع في حضن تشوف فعلا بتعمل كده، وبتقوم سو بتقول لها اختي سو هشرح لك، بتقول لها مش عاوزه شرح، لو انتي فعلا بتحبي تشو يا يو بتمنى لك حياه سعيده، وهنا بيطلع تشو يجري وراها وبيمسكها على الحيطه وبيقول لها كامرأتي هسمح لك تغيري عليا، وسو بتقول قبلها يلا، وهنا جين بيجي وبيقول لها بتعملي ايه، بتقول له بحارب للفوز، وبتتاسف منه وبتشده وبتقبله، وبعدين بتمسك ايده وبتقول الصراحة انا وجين في علاقة عشان كده ما تقلقيش انا مش بفكر في تشو نهائي، وهو بيقول لا ثواني هشرح لك في سوء فهم، وهي بتشده وبتشده وبتدخله الاوضة، وتشو بيمسكها وبيقول لسو ما تركزيش في امور الاخرين خدي بالك مني انا بس، وبياخد جين الاوضة بتاعت المكياج وبتقول له يو ان دي مجرد قبلة، بيقولها بس ماري سو فهمت غلط، بتقول له انت بتحب ماري سو، بيقولها مش عارف لسه بس هي جميلة مع شوية نعومة، هي ناعمة مع شوية مصابرة ومصابرة مع شوية ضعف، بتقول له اه في النهاية بتتكلم عن ماري سو برضو ما تاخدش في بالك لازم شخصيتك تحبها، بيقوم وبيقول لها لو انت بتحبيني انا هرتبط بيكي، بتقول له مش من الطبيعي انك تحبيني انا، وبتمشي وهو مستغرب، وبتطلع تقعد مع ماري سو اللي بتقول لها الامر متعلق بعلاقتك انتي وجين، اتفضح والكل بيتكلم عنه، انتي عارفة ان في مصورين معاهم صور ليك انتي وهو، بتقول لها هي ان دي مش حاجة مهمة، بتقول لها ازاي انتي عارفة ان معجبين وهيبدأوا يهجموا عليكي وهيبدأوا يتكلموا عنك ويشوفوا اذا كنتي عاملة جراحة تجميل قبل كده ولا لأ، وبتقول عندك حق، وبتقول كأنثى احب اقول ان النهاردة يوم اسود يوم في حياتي، وبتقول لها روح مكان وهاجي، وفعلا بتقوم بتمشي وجين بيشوفها وهي ماشية، وهم بيكونوا معجبين ومتجمعين، واحدة بتحاول تضربها بإزازة المية لكن جين بيجي بمظلة وبينقذ يو، وبيقول ايه اللي انتوا بتعملوه دوت، هم بيقولوا بعد كل حبنا ليك عاوز ترتبط، وهنا بتقول ايوه بيرتبط بواحدة بيحبها وبتحبه وكان بيطاردها كمان من غير ما تطرده هي، وبتمسكه وبتقبله قصادهم، وهم بيقولوا لها ازاي تجرؤي على ده، وهو مصدوم وبتقول ان جين بيحبني قوي عشان كده وافقت ارتبط بيه، لكن خلوني افكركم مرة تانية ما تأذوش حد باسم الحب والاعجاب لان الحب ده هيتغير لجنون ياريت تفهموا، بتقعد في العربية وبتقول له مش مصدقة نفسي كنت بتكلم زي الفنانين الكبار حلمت كتير قوي اتكلم كده، وبيقول لها جين اللي بتقوليه دلوقتي مختلف عن كلامك من شوية، بتقول له كان نفسي اجرب احساس ان انا ابقى شخصية قوية وكبيرة، لطيف جدا وشكرا ليك على اليوم ده، وتجربة البطل اللي بينقذ البطلة كانت الافضل بالنسبة ليا، بيقول لها على الرغم من انك مش جميلة بس بتقول له ايه بدأت تاني امشي انا ولا هتمشي انت، بيقول لها مش من الطبيعي تكوني وقعتي في حبي، وهي بتستغرب وبتقول قلبي بينبض بسرعة كده ليه، وهنا بيرن الفون بتاعه وبيقول اه انا اسف نسيت خالص هاجي دلوقتي، وبيطلب من يو تنزل وتطلب عربية اجرة، وهي بتقف تحت وبتقول مش مصدقة قلبي بينبض بسرعة ليه، معقول وقعت في حب جين، هي الاحداث بجد بتتغير، بيروح جين الشغل وبتقول له مارس ومالك انت خارج العمل طول النهار ومش قادر تركز خالص حصل حاجة، بيقول لها لا كل حاجة تمام يلا نكمل، وبعدين بيقول لها هو انا ما شفتش يو النهاردة ليه، بتقول له انت ما تعرفش راحت الاخت يو على عرض ترويج جديد انتوا متخانقين ولا ايه، بيقول لها لا ما تفهميش غلط علاقتي معاها، بتقول له اه شفتكوا اليوم ده، وقالت الانسة يو ان انت اللي كنت بتطاردها، وبيقول لها هي وسائل الاعلام نشرت الخبر فعلا وبيبان ان تشو هو اللي نشر الخبر، وهنا بتظهر يو وهي بتعمل ميك اب وبتقول مين فين ظهر موضوع الاعلان الترويجي ده فجأة في الرواية، وهنا بيدخل عليها شخص وبيكون شبه البطل الاساسي وبيقول لها اهلا انا تشي، وبيضحك تشوها بيقرا النص وبيبان ان هو دخل لها شخصية جديدة تغير الاحداث، وبيخلص ملخص المسلسل على هنا، وصلوا الفيديو 1000 لايك عشان ننزل ملخص مسلسل جديد على القناة في اسرع وقت ممكن، وبس اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واعملوا لايك للفيديو لان شيء بيفرحني جدا، ودي تعليقات اكتر ناس بتتفاعل وبتعلق معايا الفترة دي، شكرا لكم جدا يا حلوين.
وبس يا ريت تنوريني في المنتدى، بنزل هناك رابط ملخصات افلام جميله جدا، وكمان في صندوق الوصف هتلاقي ملخصات افلام جميله جدا. ما تنسوش تدعموا القناه الخاصه بملخصات الافلام، هتعجبكم قوي، فيها ملخصات افلام كوري وتركي واجنبي وهندي وانيميشن وصيني، فيها كل التصنيفات من رومانسي ورعب واكشن ومغامره وخيال علمي وكوميدي ومدرسي، وفي كواليس افلام بتنزل زي طريقه تصوير الافلام الخيال والمغامرات وكده، حاجات حلوه قوي. ادخلوا اشتركوا في القناه وعلقوا كتير وشجعوا ننزل لكم افلام اكتر، واللي عاوز فيلم ملخص يكتب لنا في التعليقات مستنياكم هناك. وفي فيديو حلو قوي لسه نزل دلوقتي ادخلوا اتفرجوا عليه، متنسوش تصلوا بينا على النبي وتشكروا الله، واشوفكم في فيديو جديد يا حلوين، باي باي.